المشاركين من وزراء ومن وزارة المصرية ومن الهيئات المنتخبة والهيئات الأمنية والسلطات المحلية وجميع الأحكام. أصالة عن نفسي ونيابة عن كل مكونات جماعة ابن جرير، أرحب بجميع المشاركين في هذا اللقاء، في هذا اليوم التواصلي حول التعميم والإسلام للعالم العربي. الشكر موصول إلى مسؤولي الجامعة المحتضنة لإنشاء هذا اليوم، هذه الجامعة التي تمثل لنا أرحامنا منارة للعلم والمعرفة وبوابة تستهدف تحقيق الشروط العلمية والموضوعية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة ومندمجة. السيدات والسادة الأفاضل، إن اختيار هذا الموضوع يعتبر من الأهمية بمكان لسببين أساسيين في تقديرنا. السبب الأول هو أن المجال القروي يعتبر المجال الأصعب الذي للأسف يعرف تناقصا مضطردا وزحفا مخيفا للمدن الأسمنتية. هذا التجاذب يفرض علينا كمدبرين الشأن المحلي والشأن العام البحث عن صيغ تعميرية تتوخى التكامل في المجال وتحترم الأدوار وتسعى لتحقيق الاستقرار، ولن يتأتى هذا إلا بتوفير جميع شروط العيش الكريم في المجال القروي، وذلك بنهج تخطيط محكم ومندمج ونهج سياسات واقعية صلبها الإنسان وحاجياته مع مراعاة لحقوق الأجيال القادمة. السبب الثاني، لا يمكننا أن نتكلم عن التعبير في العالم القروي ولا نأخذ بعين الاعتبار التاريخ والخيارات الاستراتيجية لبلادنا. فبفضل سياسة المرحوم الحسن الثاني في بناء السدود واهتمامه بالعالم القروي، نعيش اليوم أمنا غذائيا محسودين عليه. وبفضل مجهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله بإتمام المسيرة عبر نهج مخطط استراتيجي لتدبير الماء والمياه وتنزيل المخطط الأخضر والاهتمام بالعالم القروي لتوفير جميع ظروف العيش الكريم عبر فك العزلة وتقريب الخدمات. كل هذا يحفزنا كفاعلين جميعا على الانخراط في هذا النوع من اللقاءات التواصلية، وذلك لطرح المشاكل والبحث عن الحلول المندمجة وتشجيع التجارب والسلوكات الإيجابية في مجال التعمير بالعالم القروي بدون نسيان الخصوصية والحاجيات الأساسية لهذا المجال. أخيرا، متمنياتي أن تتكلل أشغال يومكم هذا بالنجاح وتحقيق الأهداف الممجودة، والسلام عليكم ورحمة الله.